نشوف مع حضراتكم ارقام كابتن شوقي غريب اللي كان في المرحله ما قبل كوبر، وبعدين نشوف ارقام كوبر، وبعدين نكمل كلامنا. واحنا مش هنروح حته، احنا وانا معاكم كده هنستعرض بعد اذنك يا استاذ شريف، نستعرض ارقام كابتن شوقي غريب. دي ارقام كابتن شوقي غريب. كابتن شوقي غريب لعب 10 لقاءات منهم 6 رسميين واربعه وديين، عمل 4 فوز، عمل تعادل، عمل 5 خسارات، عمل 12 او ليه 12 جول عليه 11 جول. وللامانه الشديده انا كنت معاصر عندي مع كابتن شوقي غريب، كان بيشتغل في ظروف صعبه جدا 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 في فتره صعبه جدا وفتره قليله جدا. طب كم مركز منتخب مصر لما تولى كابتن شوقي غريب مسؤوليه منتخب مصر في نوفمبر 2013؟ كان مصر ترتيبها كام؟ كان مصر ترتيبها عالميا 38 وافريقيا 5. ده في نوفمبر 2013. طب ديسمبر 2014 قبل بقى ما كابتن شوقي غريب يمشي ويجي مستر هكتور كوبر كنا 39 وعالميا افريقيا 7. تمام، دي احصائيات كابتن شوقي غريب. طيب نروح لهكتور كوبر اللي تولى المسؤوليه في مارس 2015. ارقام كوبر ايه؟ عشان نشوف بس كوبر استلم فين وودانا فين، شوقي غريب وودانا فين، استلمنا فين وودانا فين. ليه بقى؟ عشان اي منشاه، اي شركه، اي مؤسسه في الدنيا ده بيزنس. مش احنا بنطلع نقول لحضراتكم كره صناعه وكره تجاره والكره دي مؤسسات، وبنقعد نضرب بالبريمير ليج والشامبيونز ليج وازاي بقت صناعه والفيفا والكلام ده كله. يبقى لازم نشتغل بشغل بروفيشنال، شغل احترافي، شغل ارقام، مش طق حنك زي ما كنت بقول لحضراتكم كلام ابن عم حديد. هكتور كوبر عالميا استلم المنتخب 58، افريقيا 16، عربيا 3. ده تصنيف هكتور كوبر او تصنيف منتخب مصر لما تولاه هكتور كوبر مارس 2015. لا يا جماعه انتوا كاتبين هنا اكتوبر 2017، انتوا نقلتوا، معلش انا اسف انا ما قريتش الاولانيه. طب معلش ممكن نجيب السلايد اللي قبليها عشان انا ما كنتش لحقت اقراها. هكتور كوبر مارس 2015 عالميا 58، افريقيا 16، عربيا 3. اكتوبر 2017 التصنيف، اكتوبر 2017 31 عالميا، افريقيا 3، عربيا 2. اخر حاجه 2018 اللي احنا فيه ده يونيو 2018، عالميا 45، افريقيا 5، عربيا 3. دي ارقام هكتور كوبر. لما نشوف حاجه بسيطه كده هنلاقي ان هو استلموا 58 وصلوا 45، استلموا ال 16 على افريقيا بقى الخامس على افريقيا، استلموا الثالث عربيا فضل زي ما هو ثالث عربيا. نشوف احصائيات هكتور كوبر كلقاءات لعبها مع منتخب مصر. لعب 37 لقاء منهم 22 رسمي، 15 ودي، فاز 20، تعادل 6، خسر 11. ليه 52 جول عليه 29 هدف، ما تهزمش في اي لقاء على ارضه. طب اللي انا بقوله ده معناه ان هكتور كوبر عالمي ومدرب مفيش زيه اتنين ويقعد وازاي يمشي وازاي يا جماعه تعملوا فيه كده؟ لا طبعا خالص. انا مجرد زي ما قلت لحضرتك هفكرك في الاول تاني، انا بعرض لك الكوبايه بنصها المليان ونصها الفاضي وحضرتك كون وجهه نظرك. انا ما قلت بالعكس، انا رايي الشخصي اللي لسه هقوله ان كوبر ما يقعدش، بس انا بعرض لحضرتك الوضع بتاع هكتور كوبر عشان تعرف تاخد قرارك وتكون رايك، وعشان نرسي حاجه عادله وهي ان مفيش حاجه كامله وان الطموح مراحل. يعني انا اتنقلت كنت في انا كنت في المربع صفر، هكتور كوبر وصلني للمربع 5. مش هيعرف يوصلني بادائه ده اللي كلنا شايفينه ان هكتور كوبر سلبياته ما عندوش مرونه خططيه، ولما بيبقى في حاله انه عايز يهاجم مدافع تمام بس هجوميا ضعيف جدا وعقيم جدا وفقير جدا، عنده مشكله في انه بيعتمد على مجموعه معينه من اللعيبه وما بيديش فرص لحد تاني. كل الكلام ده احنا متفقين عليه، بس كنا ساكتين عشان هو بيقدم نتائج جيده، وده الصح على فكره. ما هو انا النهارده في عندي مدير فني بيعمل، الحاله الوحيده اللي قيل فيها مدير فني في وسط عقده انه اداء زي الزفت ونتائج زي الزفت، لكن نتائج كويسه واداء وحش هصبر على حق النتائج. اداء كويس جدا بس الكره مش جايبه هصبر عليه برضه لان النتائج هتيجي، لكن لو الاثنين مش موجودين زي مثلا زي رافا بينيتيز مثلا، رافائيل بينيتيز في ريال مدريد هيمشي. لكن واحد زي مثلا جوارديولا مع مانشستر سيتي السنه اللي فاتت،
اداء كويس بس لسه ما جابش نتائج. السنه دي صبروا عليه فحقق نتائج، وغيره بقى كتير مش هنعرض ندي امثله. فمش بقول لحضرتك ان هيكتور كوبر عالمي عشان ارقامه كويسه، والكوره مش بس ارقام، ما هيش ارقام مجرده، بس اللي اقصده انه كان واقف في حته وصلنا لحته بالتاكيد مليون في الميه افضل من اللي احنا كنا فيها ساعه لما هو استلم، بالتاكيد اثر عليك المشوار. شطارتك انت بقى كاتحاد كوره دلوقتي تعمل خطه ومشروع للي جاي. انت عايز ايه؟ عايز تفضل تروح كاس عالم؟ وعايز تفضل تروح كاس امم؟ طب عايز تصعد لكاس العالم في دور متقدم؟ طب انت عايز تكسب كاس امم، ولازم كلنا سواء اتحاد كوره، جمهور، اعلام، اي حد يفرق تماما بين طموحنا القاري الافريقي وطموحنا العالمي. احنا في قاره افريقيا اسم كبير جدا، وزعيم قاره افريقيا كبطولات واسم وتاريخ وكل حاجه، بس في الكره العالميه احنا ثالث مره نتاهل لكاس العالم حتى الان، ويا رب يكسر الرقم ده. ما حققناش اي فوز في كاس العالم، احنا بعيد عن الكره العالميه. مش احنا بس، احنا والدول العربيه واغلب الدول الافريقيه، وهستعرض لحضراتكم الكلام ده بالارقام برضو مش كلام مرسل. فطبيعي ان طموحي العالمي يختلف عن طموحي الافريقي. احط بقى انا مشروع واشوف مين اللي يقدر يطلع يحقق لي المشروع ده ويحقق لي الاهداف دي كاتحاد كوره على الترابيزه، واختار واجيب واشتغل معاه واعلن للناس يا جماعه انا طموحي واجندتي في الاربع سنين اللي جايه اعمل 1 2 3 4 زي ما اتعامل مع هيكتور كوبر. انا بقول الايجابيات والسلبيات، وهقول الايجابيات والسلبيات بتاع اتحاد الكوره. ان هو قدر يوصل لكاس عالم بعد 28 سنه، قدر يوصل لفاينل كاس افريقيا بعد 3 سنين ما بتاهلش فيهم. طب ايه الفرق بين الطموح والوهم؟ الطموح الطبيعي ان انا ربنا سبحانه وتعالى بيوفقني وبجتهد فاوصل من خطوه لخطوه، لكن انا قاعد كده نفسي ابقى احسن مذيع في الدنيا، وحضرتك نفسك تبقى ملياردير، والمهندس نفسه يبقى احسن مهندس في العالم، والدكتور احسن دكتور جابته الدنيا كلها. طب ما دي كلها احلام جميله ومشروعه، وانت نفسك وانا نفسي وكلنا نفسنا، بس في الاخر في الاخر في معطيات. لا بقول لحق اقصى اليمين ولا تشاؤمي ومنبطح اقصى اليسار، انا عايزك تبقى واقعي وموضوعي. محمد صلاح اللي هو واحد من النماذج العالميه في تحقيق الطموح، محمد صلاح ما اخدش مشواره من المقاولين لليفربول، من المقاولين لاحسن لاعب في البريمير ليج، لا هو عدى على بازل، راح لتشيلسي خطوه ما كانتش مناسبه بالنسبه له، نزل خطوات لفيورنتينا، وبعدين طلع تاني لروما، وبعدين راح ليفربول حقق طموحه. لكن مش من المنطقي ولا الطبيعي، انا بتكلم على المنطقي وعلى الطبيعي اللي هو ايه؟ اللي هو اقول لحضرتك انت رايح كاس عالم، طموحي وطموح حضرتك وطموح كل الدنيا ان احنا نعدي الدور الاول طبعا، ده ما فيهوش شك ولا جدال. لكن مش الطبيعي، مش الطبيعي ان احنا لو ما حققناش ده تبقى فضيحه. وما ينفعش اجي اضرب لحضرتك امثله من اقصى اليمين اللي هو النرجسي جدا، او اقصى اليسار اللي هو المتشائم جدا، عشان اوجه حضرتك ناحيه وجهه نظري. فاجي اقول لحضرتك ايه؟ ليه يا عم ما تبقاش طموح؟ ليه يا عم ما تبقاش قلبك جامد؟ ما تبص على السنغال. طب ازيدك من الشعر بيت، بص على نيجيريا في 94. ايوه ماشي، ده استثناء ولا قاعده؟ يعني الاستثناء ان انا اتاهل لكاس العالم اول مره فاطلع لدور الثمانيه او الاربعه او ال16، ولا قاعده ان انا اعمل ده عادي وكل الناس بتعمله؟